السلام عليكم. عشاق شركة شاومي قائمة كاملة بجميع هواتف شاومي التي تحصل على تحديث اندرويد 12. قائمة هواتف شاومي التي تحصل على اندرويد 12 كل هذا واكثر سوف تشاهدونه ان شاء الله في هذا الفيديو. ولكن قبل البدء اتمنى منكم دعم القناة بقوة بالضغط على زر لايك واشترك وفعل زر الجرس وشكرا لك. يعتبر نظام التشغيل اندرويد 12 هو الاصدار الرئيسي 12 والاصدار 19 من انظمة تشغيل الهواتف المحمولة اندرويد، وهو نظام طوره الاتحاد المفتوح لهواتف النقالة بقيادة جوجل. وظهرت اول نسخة تجريبية من هذا التحديث في 18 مايو 2021، وجاء نظام التشغيل اندرويد 12 مع لغة تصميم جديدة تعرف باسم ماتيريال يو، وتوفر أزرار أكبر بالإضافة إلى كثير من الرسوم المتحركة ومظهر جديد لأدوات الشاشة الرئيسية تسمح الميزة التي تحمل الاسم الرمزي مونت لنظام التشغيل بإنشاء سمة ملونة تلقائية لقوائم النظام والتطبيقات المدعومة لتكون مطابقة لألوان خلفية المستخدم. قائمة هواتف شاومي التي تحصل على اندرويد 12. حصلت العديد من هواتف الشركات على هذا التحديث، والآن كشفت تسريبات قائمة كاملة بجميع هواتف شاومي التي تحصل على هذا التحديث الآن. مع العلم هذه القائمة ليست رسمية وهي من إعداد شاومي يو آي. واجهة MIUI 13 النسخة العالمية رسميا والهواتف التي تحصل على التحديث. شاومي 11 الترا، شاومي 11، شاومي 11 اي، شاومي 11 لايت 5G، وشاومي 11 لايت، شاومي 11 تي برو، شاومي 11 تي، وشاومي 11 لايت 5G NE، ريدمي نوت 11 برو 5G، ريدمي نوت 11 برو، ريدمي نوت 11S، ريدمي نوت 10 برو، ريدمي نوت 10، ريدمي نوت 10GE، ريدمي نوت 8 2021، ريدمي 10، وشاومي باد 5. وقد أعلنت الشركة عن مواجهتها في ديسمبر من العام الماضي 2021، وجاء مع الكثير من الميزات، كان من أبرزها أنها تسمح لأجهزة شاومي المتعددة في شبكة واحدة بالتكامل بشكل لم يسبق، بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية والتلفزيون والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المنزلية الذكية والمساعد الصوتي شاو اي اي. ونظرا لأن الخصوصية مصدر قلق بالغ للكثير، فقد أضافت الشركة عملية التحقق لتصبح بثلاثة خطوات، بالإضافة للتعرف على الوجه، تليها قراءة العلامة المائية لمعرفة المستخدم، ثم هناك ما يسمى الحماية الإلكترونية من الاحتيال. هل هاتفك بين قائمة الهواتف في هذا الفيديو سواء في الصورة أو الهواتف التي ذكرتها؟ شاركوني آراءكم ضمن التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.